ذلك الإمام الذي من المفترض أنه قدوة لغيره ممن يعظهم ويدلهم على الخير واحترام المكانة المقدسة لبيوت الله، أقدم على فعل يستحيل تصوره في ذلك المكان الطاهر. فما الذي دفعه لذلك التصرف، ولماذا تصاعدت المطالب بتقديمه إلى المحاكمة؟ إمام وضع نفسه والمسؤولين عن هذا المسجد في موقف حرج للغاية. ربما لم يكن يعلم الرجل أن كاميرات المراقبة معطلة أو أنها ليست موجودة، لكنه ولسوء حظه تم تصويره بالصوت وبالصورة في ذلك الموضع المريب. لا يعلم أحد مكان المسجد الذي حدثت فيه الواقعة التي كان بطلها إمامه، والذي تصرف بعفوية شديدة كأنه يعيش في أحد الأندية أو أنه يتعايش بشكل طبيعي في منزله الخاص من دون أن يراعي حرمة ولا قداسة لبيوت الله. أظهر مقطع فيديو فضيلة الإمام بصحبة عدد من الفتية في المنزل، وبدأ يتصرف متهما على نحو عادي، بل إنه اتخذ من المسجد ساحة لممارسة اللعب عيانا بيانا، وكأن المسجد ملكية خاصة له يتصرف فيها كيفما شاء. كذلك لم يراعي الرجل الذي وصفه مروج المقطع بأنه شيخ قداسة المكان. بدأ إمام المسجد يختبئ ويطلق الفتية في مختلف جوانب المسجد، بحيث يفاجئهم بعد ذلك بالبحث سريعا عنهم وإضحاكهم، بينما يظهر في نفس المقطع أشخاص آخرون لم يتدخل أي منهم لتوجيه النصيحة للرجل أو نصيحته بأن المساجد ليست لمثل هذه التصرفات. حتى الآن لم يتم تحديد الشخص المتورط في هذا التصرف البشع بحق بيت من بيوت الله، لكنه على الأرجح ليس عربيا، حيث يظهر واضحا على ملابس الرجل وتصميمها وهيئته أنه من دولة مسلمة لكنها ليست عربية. لكن يبدو أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا على مستوى التحقيقات. خلال اللعبة التي كان يمارسها الشيخ، انطلق الفتية الذي كانوا برفقته في مختلف أنحاء المسجد، وكانوا يتصرفون تحت سمعه وبصره باعتبارهم في ناديهم أو مدرسة خاصة يلهون فيها، كلما كان يحلو على طريقته. والأغرب أن الرجل الذي نحى وقاره جانبا بدأ يندمج معهم في اللعب ويلاحقهم في أركان المسجد. ظهر الرجل أثناء ممارسة اللعب بالصوت والصورة من إحدى الكاميرات المثبتة، ولم يتم تحديد إن كان يعلم بأنه يتم تصويره أم أنه لم يكن لديه علم بوجود الكاميرات، فتصرف بتلك الجرأة وكأنه يضمن أنه لن يخضع لأي مساءلة قانونية بعد إقدامه على ممارسة ذلك في المسجد. وما بين جري وعدو وإضحاك الذي شاركه تم توثيق أفعال الرجل، لكن إلى الآن لم يتم إعلان الدولة التي حدثت بها الواقعة، لكن متابعو المقطع بدأوا التحذير منه ووجهوا له انتقادات قاسية، بينما انقسم فريق آخر يعتبر أن ذلك سماحة الدين التي دفعت الرجل إلى إزالة الحواجز. وبدأت تعليقات الفريقين بشأن الرجل الذي تسبب في حالة جدل كبير، لكن أغلب متابعيه طالبوا بمحاسبته على تلك الجرأة التي مارسها في بيت الله لكي يعلم حرمة ومكانة الموقع الذي قام فيه باللعب. فهل تؤيد مثل تلك التصرفات في بيت من بيوت الله؟